قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه في أول مؤتمر للشباب تشكلت لجنة لمراجعة قضايا الشباب المحبوسين، مشيرا إلى أنه كلما يتم الانتهاء من مجموعة يجرى التصديق على خروجهم من السجون بناء على توصيات اللجنة. وأضاف أنه تم التوقيع على خروج 330 شابا من السجون. ووجه الرئيس حديثه لوزير الداخلية بأن يتسحر هؤلاء الشباب المفرج عنهم من السجون اليوم في منازلهم مع ذويهم. انتوا عارفين ان في لجنة موجودة دايما بتراجع من اول مؤتمر يعني احد توصيات اول مؤتمر للشباب، كان احنا يبقى في لجنة تتشكل وتشكلت عشان تراجع موضوع الشباب اللي موجودين في الحبس يعني. وكل ما بتخلص مجموعه احنا بيتم احنا ما بنتدخلش فيها، مش كده محمد؟ فكل ما بيخلصوا احنا بنخلص بنصدق، بيكون حكم نهائي بنصدق على توصيات اللجنه. احنا من وقعنا على المجموعه اللي انتوا قدمتوها حوالي 330 كده، وارجو من السيد وزير الداخليه احنا بس بنحييك يا استاذ جهاد يعني فارجو ان استاذ وزير الداخليه الشباب دول يكونوا موجودين بيتسحروا النهارده في البيت يعني. مع شكرا جزيلا.